السلام عليكم. قبل تعلمنا كيف نعمل ضرب 10، ضرب 20، ضرب 30. حارجع نشتغل هلأ شوي، شو بيطلع جواب؟ حط الصفر صفر، ومنحط 3 ضرب 1، 3 ضرب 1 جواب 3، يعني بيطلع جواب 30. ضرب 20، بدي أعمل ضرب 20، شو بيطلع جواب؟ بالأول الصفر حطه، بعدين بعمل 3 ضرب 2، قديه جواب 3 ضرب 2؟ بطلع 6. يعني 3 ضرب 20 بيطلع جواب 60. هلا إذا بدي أعمل ضرب مضاعفات 100، نفس الشي، بس هالمرة بدي زيد 0، يعني 4 ضرب أي وحدة من هودي، مثلا ضرب 300، كيف بده يطلع جواب؟ هالصفرين اللي هون بدي احطهم صفر صفر، وبعدين بعمل 4 4 ضرب 3، يطلع جواب 12. هيدي 12. بعد مثلا 7 ضرب 200، راح اعمل 7 ضرب 200، شو بده يطلع جواب؟ اول شي هو الصفرين او 0 0 2 بشيلهم بحطهم هون. هلا برجع بعمل 2 ضرب 7 14، حط 1 4. هلا بدنا نعمل ضرب 3 ارقام، اوكي، ضرب رقم 1. هاو 3 ارقام هن احاد وعشرات ومئات. بنبلش بالاحاد، 9 ضرب 2 قديه جواب؟ 18. هلا الحد 2 هي 0، نعمل 9 ضرب 0، شو بيطلع جواب؟ 0 أكيد، هي العدد ضرب 0 6. ثالث شي عنا الأربعة، الأربعة هي 400، أوكي، 400 ضرب 9، شو بيطلع جواب؟ 0 و36. حد نرجع نعمل جمع، بيطلع جواب كله 3618. هلا 524 نفس الشي، كمان الأربع أحاد والاثنين عشرات والخمسة مئات. هلا بس نضرب 7 ضرب 2، يعني 7 ضرب 20، اوكي، بيطلع جواب 0 و14. 7 ضرب 2 14. آخر شي هلا الخمسة، هي الخمسة هي 500، اوكي، يعني 500 ضرب 7. 500 هي فيها صفرين، بنحط صفرين بالأول، بعدين نعمل 5 ضرب 7، يطلع جواب 35. كمان بدنا نرجع نجمع ليطلع الجواب كله، 8 6 6 3، اوكي.